موهيتو الفراوله والنعناع. موهيتو الفراوله والنعناع علشان نعمله عايزين كوبايه فراوله، 1 كوب توت اسود، وممكن نستغنى عنه، ممكن نعمله كله فراوله. عايزين ربع كوبايه نعناع اخضر، مكعبات تلج، عايزين علبه مياه غازيه بطعم الليمون، عايزين سكر ملون طعام احمر، وعايزين شرايح من الليمون. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نجيب، خليني البس جلافز. هنجيب اي حاجه يعني خشب عندنا زي دي مثلا، ناخد اني واحده، ناخد دي مثلا خشب كده، عايزين حاجه طويله تكون خشب. وهنبتدي نعمل مع بعض الموهيتو. اللي احنا هنعمله بقى ده بتقدروا تعملوه مع اي نوع فاكهه انتوا عايزينه، يعني تقدروا تعملوه مع الكيوي، تقدروا تعملوه مع مانجا، بيطلع حلو جدا كمان مع المانجا. ها هناخد بقى دلوقتي، هو سهل قوي ما فيهوش حاجه يا جماعه، بناخد الفاكهه اللي احنا هنستعملها، واحنا هنستعمل النهارده الفراوله. هنحط هنا فراوله، طبعا ملون الطعام ده يعني اختياري، بنحط كده هنا فراولة. عندنا هنا واحدة وقعت. هنستعمل لو هتستعملوا التوت حطوا برضو توت. هنحط معاهم سكر تقريبا يعني معلقة من السكر. وهناخد الكلام ده كله بحاجة خشب كده تكون طويلة، هنبتدي هو كده بيتعمل، هنبتدي ان احنا نضغط عليه بالشكل ده. نحط معاه كمان ورقتين نعناع كده. ونضغط عليه. مش في الخلاط ابدا، لا هي دي الطريقه اللي بيتعمل بيها. بس كده احنا طلعنا منه شويه عصاره، وفي نفس الوقت فضل عندنا اجزاء منه. شايفين القوام؟ يعني هو ده القوام كده، شايفين اهو كده تمام. بناخد بقى دلوقتي تلج ده كده تمام، خليها هنا. ناخد بقى دلوقتي تلج، وبناخد المياه الغازية اللي عندنا وبنحطها عليه بهذا الشكل. عايزين تحطوا عليه ملون طعام، بتقدروا تحطوا معاه نقطتين كده، لو مش عايزين تحطوا عايزين تسيبوه على لونه زي ما انتوا شايفين كده، لونه جميل جدا وبيطلع طعمه حلو قوي زي بالظبط اللي بنشربه في المحلات اهو. ده كده اول واحد.